عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد، والنهاردة بنصور من شواطئ المندرة، جايين نشوف اخر التطورات اللي تمت في مشروع توسعة كورنيش اسكندرية. هنا زي ما انتم شايفين ظهور الشارع، وكمان بناء السور للبحر، و هتشوفوا كمان معايا شكل البحر وايه اللي تم وايه الجديد في المشروع. فاضل خطوات بسيطة جدا على انتهاء مشروع توسعة كورنيش اسكندرية وفتح الشواطئ في اول يونيو. اللي امامكم ده فندق الشيراتون، وعلى الشمال اسوار او سور المنتزه. باقي على انتهاء المشروع الاسفلت فقط، وان شاء الله يتم افتتاح المشروع في 1 يونيو. تعالوا بقى معايا نشوف شكل البحر، بحر المندرة. واحنا هنا في شاطئ المندرة خاص بفندق الشيراتون. هتتفرجوا بقى على جمال البحر والشاطئ، وده كده سور البحر الجديد. شايفين جمال وصفاء المية ولونها الأزرق الجميل، وده الشاطئ كده اللي هيكون موجود معانا في صيف 2024. حبيت تستمتعوا بمنظر البحر وصفاء المية، الجو جميل جدا والبحر هادي والسماء والبحر صافي خالص، مفيش اي ارتفاع في الامواج زي ما انتوا ملاحظين معايا. زي ما قلت لكم احنا هنا في شاطئ خاص بفندق الشيرتون، بعد كده شواطئ طاحونة المندرة وشواطئ المندرة الى شواطئ العصفرة. لكن احنا دلوقتي امام فندق الشيراتون، وده البحر الخاص بيه. مهما اقول لكم على جمال المنظر اللي انا شايفاه، بجد مش هتقدروا تتخيلوا قد ايه المنظر جميل جدا، وكمان شكل البحر حلو قوي لان الموج هادي تماما، مفيش اي ارتفاع في الامواج. كمان في حمام كتير قوي منتشر على الشاطئ، حبيت ان انا اصوره برضو وتتفرجوا عليه. انتوا عارفين ايه سبب تسمية شاطئ المندرة بشاطئ الطاحونة؟ عشان كان في المكان ده طاحونة اثرية من عصر محمد علي باشا، وعشان كده سميت على اسم الطاحونة طاحونة المندرة. لو مستمتعين بالفيديو بالاجواء، ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. وطبعا انتظروا مني فيديوهات كتيرة جدا الفترة الجاية عن المشاريع والاحداث اللي بتتم في اسكندرية. طبعا الشاطئ ده زي ما قلت لكم هيكون موجود معانا في صيف 2024. ان شاء الله هيبقى اول يونيو هيكون خلاص الشارع يعني، وتم عمل الاسفلت وهيتم فتح الشاطئ ان شاء الله. شايفين حجم الشارع الجديد هيبقى قد ايه؟ من عند السور اللي انا واقفة عليه لحد الحواجز اللي موجودة، كل ده هيكون حجم الشارع طبعا بامتداد 15 متر زي ما انتوا عارفين. فالحقيقة التوسعة كبيرة جدا، وطبعا هتمنع الزحام اللي بيكون موجود في شوارع اسكندرية وخصوصا في فصل الصيف. ده كده سور المنتزه، وطبعا حضراتكم عارفين حدائق المنتزه ومشهورة جدا في اسكندرية. وده كده الباص السياحي اللي تقدروا تعملوا بيه جولة سياحية على البحر من المندرة لحد بحري. وطبعا امامنا فندق الشيراتون زي ما حضراتكم شايفين. يلا بينا بقى ناخد جولة في الشارع بعد التوسعة ونشوف ايه اخر الاخبار. المبنى اللي جاي قدامنا ده انا سألت احد العاملين الموجود في الموقع،
وقال لي ان ده كافيه بيتعمل على البحر. يعني احنا كنا نتمنى ان الشاطئ يكون من غير كافيهات خالص عشان ما يحجبش الرؤية، ولكن يعني للأسف هو اتبنى اهو قدامي. ده المبنى ده اللي انا بعمل لكم عليه زوم، ده كافيه مبني جديد على الشاطئ. كده كل بوابات الشواطئ ظهرت معانا، وهتشوفوا البوابة اللي جاية دي بوابة الشواطئ الجديدة. بدأت ملامح الشارع الجديد تظهر معانا بعد التوسعة، وتم خلاص عمل البوابات للشاطئ، وكمان تم عمل سور البحر، واللي فاضل الأسفلت بس زي ما انتوا حضراتكم ملاحظين. دي اللي انا بعمل لكم عليها زوم، دي بوابات الشاطئ الجديدة. طبعا لسه في اعمال بتتم في الشواطئ قدام شوية، هتلاحظوا معايا ان في لودر وفي معدات لسه موجودة في الشاطئ نفسه، بس انا حبيت تشوفوا معايا اخر التطورات اللي بتتم في توسعة مشروع توسعة كورنيش اسكندرية. طبعا منطقة المندرة عموما فيها شوارع كتير قوي مشهورة، زي شارع الصبار وشارع موريتانيا وشارع الطاحونة، وكمان في قبل السكة ناحية جمال عبد الناصر في محلات الأكل المشهورة زي الدورة للأسماك وحسني للمشويات، للمعلومات حضراتكم. يلا بقى نكمل جولتنا على شواطئ المندرة الجديدة بعد التوسعة، ونشوف آخر التطورات اللي بتتم، عشان طبعا قربنا جدا جدا لافتتاح الشواطئ، وخلاص أيام قليلة جدا وكلنا هنرجع تاني لشواطئنا والبحر بتاعنا. وكل ما بنمشي شوية مسافة بنلاقي بوابة شاطئ جديدة معانا موجودة في الشواطئ. حبيت تعرفوا اخر التطورات عشان تكونوا على دراية تامة باللي بيحصل في مشروع توسعة كورنيش اسكندرية، وتعرفوا كمان ان الشواطئ المندرة ان شاء الله هتكون موجودة معانا في صيف 2024. وهنا بحاول اعمل لكم زوم على بوابة الشاطئ اللي جاية دي، برضو هتشوفوها معايا. كل الشواطئ خلاص اتعمل لها بوابات جديدة، ومفضلش بس غير الاسفلت زي ما قلت لحضراتكم، والارض خلاص زي ما انتم شايفين خلاص تم التوسعة بالكامل. وصلنا هنا عند بوابة الشواطئ اللي كنت بوريها لكم من بعيد، ولو تلاحظوا في معدات موجودة في الشاطئ قدام، لسه في اعمال بتتم في الشاطئ، بس هي اكيد اعمال بسيطة لان معظم الاعمال اللي كانت بتحتاج مجهود كبير وشغل كتير خلصت، واللي باقي قليل جدا جدا، وهيتم افتتاح الشواطئ. هنا كده انا وصلت عند المعدات عشان تشوفوا معايا ان لسه في اعمال في الشواطئ المندرة. ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه على القناة، لو كنتم من المهتمين باحداث اللي بتحصل في اسكندرية ومشاريع اسكندرية. هتوحشوني جدا جدا لحد الفيديو اللي جاي. شكرا ليكم ولمتابعتكم ولكل كومنتاتكم اللي بتفرحني. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وقدرت اوصل لكم المعلومات اللي بتتم واخر التطورات اللي بتتم في مشروع توسعه كورنيش اسكندريه. استنوني بقى في فيديوهات جايه كتير جدا. شكرا ليكم، باي باي.